يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إن زوجته مبتلات بالوسوسة عند الصلاة وعند الوضوء وعند قراءة القرآن، يقول ما العمل من أجل التخلص من هذا الداء حفظك الله؟ استعاذة بالله من الشيطان الرجيم، الورد، قراءة السور الثلاث، إخلاص، يقول أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الناس، فيها الاستعاذة من الوسواس والخناس. استعاذة بالله، ما ينفع إلا الاستعاذة بالله، ثم ترك الوسواس وعدم الالتفات إليه والاهتمام به. نعم.